السلام عليكم ورحمة الله مشاهدينا، أهلا ومرحبا بكم. هذه إطلالة جديدة مع جديد منصات التواصل الاجتماعي اليوم. بدايتنا من فيسبوك، ونشر توفيق ربيع الطيب هذا المنشور، والذي يتحدث عن رجل صيني جمع 8 ملايين دولار في 10 أيام بعد بيعه 10 ملايين علبة من الهواء المنعش المعبأ، مستغلا التلوث العالي بالصين. طبعا نشاهد على الشاشة صورة هذا الرجل الصيني، وطبعا بالنسبة للمتابعين لموضوع تلوث الهواء يعرفون أن الصين تعاني من هذه المشكلة، ويقول الخبراء أن الأوزون هو المشكلة الكبيرة القادمة التي يتعين على الصين معالجتها. هذا أمر خطير بشكل خاص في مناطق مثل دلتا نهر اللؤلؤ أو منطقة الخليج الكبرى بجنوب الصين. أظهرت أحدث النتائج اللي صدرت في يونيو حزيران من شبكة خاصة لمراقبة جودة الهواء الإقليمية المشتركة التي تديرها حكومة هونغ كونغ، ومقاطعات إنه متوسط تركيز الأوزون السنوي زاد بنسبة 16% على أساس سنوي يصل إلى أعلى مستوى له في 6 سنوات في العام الماضي. طبعا جاءت هذه المشاركة من توفيق على فيسبوك، وتحدث فيها عن هذا الموضوع وكيف يمكن استغلال مثل هكذا ظروف في وجود حلول لمعالجة هذه المشكلة. إلى مشاركة أخرى مشاهدينا، إيهاب أسامة نشر هذا المنشور. أخبرني يا رجل، يظهر على الشاشة هذا الرجل وهذا الطفل الصغير، ماذا فعلت لوالديك حتى يخرج هذا الطفل بارا لك هكذا؟ طبعا كما نشاهد على الصورة، يضع الطفل يده على 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 جبهة والده حتى يعني يحميه من أشعة الشمس. مشاركة أكثر من رائعة، وجدت تفاعل كبير جدا في منصة الفيسبوك. حامد جبر الدار نشر مشاركة أخرى أيضا في الفيسبوك. مشاهدين، هذا الكاريكاتير الذي نشاهده مأذون شرعي، نشاهد على الشاشة مأذون شرعي مبارك عابدين بالكركديه، بس طبعا يشير إلى مسألة تيسير الزواج، ونشاهد على الشاشة معالجة هذه الإشكالية، إشارة إلى موضوع تيسير الزواج. تفاعل رواد الموقع مع هذا المنشور. التوحيد أولا صاحب هذا الحساب رد على المنشور بهذا القول الذي نشاهده. حباب أبو مالك، الشغلة سهلة بالمحاصيل الطبيعية، كركديه وفول وأرز وقمح وغيرها. نشاهد هذا الرد على الشاشة، وبلا شك هو تفاعل مع هذا الموضوع. أيضا مشاركة أخرى ورد آخر على المنشور الذي جاء ويتحدث عن تيسير الزواج. جوطة داخل راكوبة من خلال هذا الحساب. الزوج اللي بيقوم الصبح، الزوج اللي بيقوم الصبح، أو أبو مالك عفوا، أبو مالك، هذه مشاركة أبو مالك نعم تظهر على الشاشة. أخي حامد، سهلة في المناشير لكن في الطبيعة لا نكاد نراها هكذا. يأتي هذا الرد للموضوع الذي تم نشره فيما يتعلق بالكاريكاتير الذي جاء من الحساب السابق ويتحدث عن تيسير الزواج. جوطة داخل راكوبة، هذه المشاركة التي رأيناها قبل قليل نعود إليها مرة أخرى. الزوج اللي بيقوم الصبح قبل مرته ويجهز لها الفطور ويعمل لها شغل البيت، يبقى شنو بصراحة؟ هكذا تأتي هذه المشاركة، ويأتي هذا السؤال الكبير والعريض والمهم والذي يتحدث عن العلاقة الزوجية عموما وأدوار كل من الزوج والزوجة. تفاعل رواد الموقع وأصدقاء هذا الشاب الذي نشر هذا المنشور الصادق عبد الله، قال ما عنده موضوع. هكذا تأتي هذه المشاركة ورد وتفاعل مع هذا الموضوع. مشاركة أخرى من مقل الشيخ إدريس، ردت قائلة في السودان نادر شخص يعملها، بس ما فيها حاجة، شخص متعاون. نشاهد هذا الرد، وأيضا هو رأي كثير من الناس، وربما في أحيان كثيرة نسمع آراء أو رأي ورأي آخر فيما يتعلق بهذه الأدوار لكل من الزوج والزوجة. في صفحة الحضارة والثقافة السودانية نشر أحمد حسن فارس هذه الصورة،
التي نشاهدها الآن، رجل يجلس على هذه الجوالات، ماذا في هذه الجوالات؟ نشر أيضا تعليق سنشاهده الآن ونقرأه عليكم مشاهدين، وهو يفسر ويوضح. هذه الجوالات وهذا الرجل علق على المنشور بهذا التعليق، ويظهر على الشاشة الراجحي يعلمنا كيف نزرع القمح. أتاك رجل أعمال استأجر أرضا أو استأجر أرض لنا وسقاها بمياهنا الجوفية وباشرها بأيدينا السوداء وحصدها ورقصنا طربا أو رقصنا طربا معه لفشلنا ونجاحه الباهر، وأخذ قمحه بعيدا عنا. رجل بإمكانيات لا تصل لإمكانيات دولة، فشلت هي ونجح الفرد. فساد بعض منسوبي الدولة كان سببا في فشل توطين زراعة القمح بالداخل، ومنها جلب تقاوى فاسدة والكل يذكرها، ونزاهة مجموعة الراجح والكفاءة سبب في نجاحه، وسياسة الجباية المفرطة عائقا لتأهيل مزارعنا. أما كفانا ألما وإفسادا، أرهقنا فكرا. هكذا تأتي هذه المشاركة على الفيسبوك مشاهدينا، وفيها هذا الموضوع. في اليوتيوب مشاهدينا نشرت تي آر تي عربي هذا الفيديو الذي نشاهده الآن على الشاشة، أو نشاهد صورة هذا الفيديو، وتحدثت عنه. يحكي هذا الفيديو عن تحدي جديد اسمه تحدي مومو، وتقول فكرته: في الليل سوف تأتي عندما تكون في الفراش، وفي الصباح ستكون ميتا. هو تحدي مخيف منتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي واتساب ويوتيوب، يظهر بين الفواصل الإعلانية ريثما يشاهد الأطفال برامجهم التي هي على يوتيوب ويوتيوب كيدز. يطلب منهم تنفيذ عدة أمور قد تؤدي بهم إلى الانتحار. المحتوى غير لائق لمشاهدة الأطفال، وهنا تجدر الإشارة والتنبيه لضرورة متابعة ومراقبة ما يشاهده ويتابعه ويتفاعل معه أبناؤنا في وسائل التواصل الاجتماعي، وضرورة أن تكون متابعتهم تحت إشرافنا. أيضا مشاهدينا، وفي موضوع آخر وفيديو آخر أيضا نشره أو نشرته تي آر تي عربي، وتحت عنوان حارس الأقصى، نشاهد على الشاشة هذا الموضوع. تقول تفاصيل الفيديو: حارس الأقصى لعبة جديدة تهدف إلى التعريف في المسجد الأقصى. يفوز اللاعب في اللعبة الخالية من العنف من خلال جمع مفاتيح المراحل عبر الإجابة على أسئلة تتعلق بالمسجد الأقصى. طورت هذه اللعبة من قبل جمعية فلسطينية بدعم من جمعية تركية. تتوفر اللعبة الآن باللغة العربية، وستترجم قريبا إلى عدة لغات على رأسها اللغة التركية. جديد ما جاء وورد في منصات التواصل الاجتماعي، تابعناه معكم بعد فاصل إن شاء الله، ومن خلال هذه الحلقة سنستمع لردودكم المختلفة على سؤالنا التفاعلي مع أنسام وهيلين. حتى الملتقى مع الصحف، في أمان الله.